رغم قانون حظر التجمهري والتظاهرات في العاصمة الجزائرية، لأن هؤلاء الشباب الغاضبين أصروا على إسماع صوتهم للعالم ورفضهم لقرار الرئيس الأمريكي تهويد القدس واعتبارها عاصمة للكيان الإسرائيلي. الصوت ارتفع في أغلب المحافظات الجزائرية التي ترددت في شوارعها الهتافات والشعارات نصرة للقدس. لا يوجد شعب أكثر حرارة وأكثر إيمانا بقضية فلسطين مثل الشعب الجزائري، ولذلك هو حاضر مع هذه القضية دائما، هو حاضر مع هذه القضية دائما، ويعبر بكل أشكال الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية، خاصة عندما عندما تمس الآن قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك. إن الشعب الجزائري الأبي لن ينسى تضحياتكم، وإن شاء الله سوف يكون لنا لقاء معكم، وستمتزج دماؤنا مع دمائكم لتحرير الأقصى المبارك، وستكون القدس عاصمة لدولتنا الفلسطينية. حب فلسطين يسري في دماء كل جزائري، شعبا وجيشا وحكومة، ونحن اليوم نعبر على أقل شيء لوقوفنا ضد قرار ترامب بجعل القدس عاصمة لبني صهيون، الكيان الصهيوني نحن لا نعترف به. نحن كشعب مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. الله أكبر. حركة مجتمع السلم أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر نظمت وقفة احتجاجية أمام مقرها، وندد قياديوها من برلمانيين ووزراء سابقين بقرار ترامب المتهور وبتخاذل بعض الأنظمة العربية. إن المنهج لتحرير فلسطين هو المنهج الجزائري، هو المنهج النوفمبري، هو منهج بن بولعيد، هو منهج بن مهيدي، هو منهج عميروش، هو منهج الشهداء. لا حل لفلسطين إلا بالمنهج النوفمبري، إلا بالجهاد في سبيل الله. أيها الأخوة الأفاضل، إن أردتم أن تبقى القضية حية إلى أن يأتي الوقت الذي سنزحف جميعا وندخل المسجد الأقصى، عليكم أن تسندوا المقاومة. أرض الجزائر استشاطت غضبا عقب انتهاك حرمة القدس الشريفة، ووجه شبابها دعوات صريحة لفتح الحدود أمامهم للجهاد في أرض المقدس، أرض الشهادة الحقة. هذه إذن رسالة الشعب الجزائري، القدس لنا وليست لهم، رسالة بلدي الشهداء مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. سمع عبد النور، عاصمة الجزائرية، الميادين.